انت كده بقيت الموزع الوحيد لستاير حمام مستورة في منطقة الهرم. يعني ان شاء الله يا معلم مستورة اكون عند حسن ظنك، وباذن الله البضاعة دي قبل ما الشهر ده يعدي تكون البضاعة كلها اتباعت باذن الله. واحنا كمان مش هنسيبك، انا من وقت للتاني كده هعدي اشقر عليك عشان نتابع شغل عندك اول باول. خلاص متفقين، بس زي ما اتفقنا البضاعة دي لما تتباع هديك فلوس ان شاء الله. اوكي سلام. مع الف سلام، مع الف سلام. انت يا زفت ايه اللي اخرك؟ الراجل جه ومشي من غير ما يشرب الحاجه الساعه، ايه اللي اخرك؟ ايه يا دولا، مش انت قلت لي ما تعديش الطريق يا دي رمزي الا بعد ما العربيه تعدي الاول؟ طيب ايه اللي اخرك؟ ده كشت في وشنا 4 ساعات يا دولا الطريق فاضي ومفيش عربيه واحده راضيه تعدي. خرب بيتك. الرحراحه اللي انت فيها دي يا بيبي، هو انت النهارده ايه، مش نازل بازار ولا ايه؟ لا بازار ايه، ما خلاص بقى زمن الطور اللي بيلف في الساقيه ده انتهى، انا ابن النهارده. يا خبر اسود، ابن النهارده؟ خلاص الفلوس جريت في ايديك تتنكر لامك، دي اخر تربيتي فيك. لا يا ماما مش ابن النهارده، يعني انا مش ابنك. لا لا لا، يعني انا قصدي يعني ان خلاص من النهارده والحمد لله بقيت حصريا المحتكر لستاير الحمامات في القاهرة بالكامل. ستاير الايه؟ مش فاهم. لا بس مش اي ستاير حمامات، لا ستاير الحمامات اللي انا اقصدها يعني اللي هي ذات الرسومات والنقوشات الفرعونية. انا بعون الله هخلي كل الناس تطرطش جوه، محدش هيطرطش برا. بس انت مش ملاحظ يا بيبي ان انت مستعجل شوية في قراراتك في المشروع ده؟ لا لا انت مش فهماني، انا البازار هيشتغل زي ما هو، يعني هبيع بردي وتماثيل وكل حاجه زي ما هي، بس بالاضافه لده الستاير. يعني مثلا اللي هيجي مثلا يشتري من عندي تمثال نفرتيتي هياخد معاه ستاره حمام تمثال نفرتيتي، اللي هيجي يشتري تمثال ابو الهول هياخد ستاره حمام تمثال ابو الهول. لا للاسف الستاره دي لسه ما جاتش، دي في الطلبيه اللي جايه ان شاء الله، بس بعون الله بجد انا هلم السوق كله في ايدي، السوق كله هيبقى بتاع عادل سعيد، وساعتها بس مش هبقى محتاج اي حاجه. انا حاسس ان انا النهارده حتى لو رحت على البازار هلاقي البضاعه كلها اتشطبت. السلام عليكم. قوم يلا يا رمزي، سهل على الكرسي بتاعي ولا ايه؟ اتفضل يا دولا. ايه يا عم اللي اخرك كده يا دولا؟ ده انا من الصبح عمال احاول اكلمك ومانيش عارف. يا ابني كل رجال الاعمال والشخصيات المهمه ما بيروحوش الشغل الصبح كده، هو مع الصبيان يعني. ايه ده؟ اهو زي ما انت شايف يا دولا مفيش بضاعه من الصبح، احنا قاعدين بنشي يا عم. ايه ده؟ مفيش بضاعه؟ ياه الحمد لله اخيرا المشروع بتاعي نجح كده، الواحد بقى يقدر يمشي بقى في الشارع رافع راسه قدام اصحاب البازارات التانية. ياه كان نفسي من زمان يلا ان انا ابقى ماشي رافع راسي، وان يبقى عندي كمان بقى ايه شاليه في الساحل اللي هو بتاع شبرا ده. الله يبارك فيك يا دولا، والله انت والله ابن حلال. ابقى عزمني بقى في الشاليه بتاعك ده. هو دولا قال لي يعني ايه شاليه؟ مش عارف يعني ايه، يعني مثلا لو في شويه بضاعه هنا وحد جه شالها فانا باجي اقول لك ايه هو شاليه، فانت تقول لي مثلا شال تماثيل شال ورق برد كده يعني. ايوه دولا صح. اكلم بقى المعلم مستوره دلوقتي اقول له بقى يبعت لي ستاير جديده غير اللي اتباعت دي. بس برافو عليك. ايه رايك؟ والغريب بقى ان البضاعه كلها اتباعت مع الستاير في وقت واحد، يعني بجد. ايه ده؟ هو في التليفون؟ ايه ده؟ في ايه؟ وانا رمزي. ايه دول؟ انت كنت بتعمل ايه من الصبح يالا؟ كنت قاعد بحاول اكلمك يا عم ومانيش عارف. وما كلمتنيش ليه؟ عشان مفيش تليفون. مفيش تليفون؟ رمزي؟ ايه؟ البازار اتسرق يالا رمزي. اتسرق؟ ايوه اتسرق. يا ترى مين اللي سرق؟ ايه ده؟ ده اللي سرق البازار سايب الكارت بتاعه. بضاعتك عندي، شوف البجاحه بتاعته. عارف يالا رمزي؟ اللي سرق البازار ده اكيد مراقبنا وعارفنا كويس جدا، وعارف انا امتى بمشي والغبي بيبقى امتى موجود، ويقدر يخش ساعتها على البازار يسرق الحاجه. صح؟ صح يا دولا. مش بعيد ابدا ان يكون بيعد علينا دلوقتي انفاسنا.
بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ تلاتة اربعة بعد انفاسي يا دولة. بص مش وقت غباوة خالص، انا مش ناقص. ايوه دولة، طب ما هم ما هو انا دولة نضفوا البازار من البضاعة دولة، ده مش بعيد يا عم ياخدوا البضاعة دي ويفتحوا بازار جديد ويسموه بازار رمزي. انت قلت ايه؟ عيد الكلام اللي انت قلته ده، عيد الكلام اللي انت قلته ده يالا، عيده تاني. ممكن يفتحوا بازار جديد بالبضاعة دي. ايوه ويسموه بازار رمزي. انت كنت بتعمل ايه من الصبح يالا؟ والله يا دولة دي زلت لساني يا عم وربنا يا دولة. انا ما اقصدش يا دولة. طب ما انا قبل كده هون قلت لك يعني ما نضف البازار من البضاعة. انا عمري نضفت البازار؟ اهو يا دولة شفت بقى ان انا مش انا دولة. والله عيب عليك يا دولة، ده انا ابن عمك يا دولة وافديك برقبتي. تشك فيا تشك فيا يا دولة. لا خلاص. خلاص يا رمز، خلاص خلاص خلاص، معلش انا اسف ان انا يعني اتكلمت معاك يعني كده وشكيت فيك. معلش يا رمز، بس شكيت بسرعه قوي يا دولة. يا رمز خلاص بقى، خلاص بقى، مش زعلتش بقى؟ مش زعلان بس بقى، قلت لك ما تزعلش، انا مش ناقصه. امال ايه بس؟ ايه بس؟ وكمان بقى دولة يعني انا بكلفتك للنهار يعني، والبضاعة ام خمسة بقولك عليها بعشرة وبقوم ضرب 2 جنيه في جيبي، وعمرك ما حسبتني ولا شكيت فيا. والدولار يا دولة بيبقى باربعة جنيه وبقولك ان هو ارخص، يعني تيجي دلوقتي تجرحني كده وتشك فيا؟ ما انا قلتلك خلاص بقى، انت تعمل لي فيها مصطفى قمر. ما خلاص يا عم، زعلت زعلت. ولا مش ناقص غباوتك خالص. اسكت بقى اسكت. حاضر يا دولة. مال مين بس؟ مين مين دي بقى يا دولة اللي يقولها البوليس؟ بوليس ايه؟ ولا بوليس؟ انت استهبل؟ انت استهبل؟ انت عايز تفضحني في وسط اصحاب البازارات؟ لو عرفوا ان انا على الحديدة هيبقى سمعتي ايه قدامهم؟ بلاش البوليس خالص، انا اللي هدور بنفسي، انا اللي هدور بنفسي. وبعدين لعلمك انا عندي معلومات جامدة جدا تساعدني ان انا اقدر ادور على الحرامي بنفسي. لا يا راجل، طب ايه المعلومات دي يا دولة؟ معلومات دي بسيطة جدا، المهم دلوقتي ان احنا لازم نبقى مركزين كويس قوي، لان اكيد الحرامي مفيش جريمة بيعملها كاملة. يا نهار اسود، يعني لسه الحرامي هنا؟ لسه الحرامي هنا؟ خد تعالى، مش ناقص غباوتك. لا يا لا، بص اللي انا قصده ان اكيد في دليل هيكون الحرامي سابه في مسرح الجريمة. بقى يا دولة ده معقول يعني؟ بيتك اتخرب والبازار اتسرق وليك نفس تروح مسرح؟ ولا مش ناقص غباوة، مش ناقص غباوة خالص. ايوه ما مصر بس ها، المثل بيقول ايه؟ اربط الحمار مطرح ما يقول صاحبه. خلاص انا بقول هتطربت هنا على ماك. لسه واقف، فك الحمار خلاص، فك الحمار. يا دولة اتأخرت ليه يا دولة بقى؟ اتأخرت يا ابني، بخلص بنجز يا ابني، عايزين ننجز لأن أنا لازم أحل القضية دي النهاردة، ما عنديش وقت. جبت العدة وجبت الهدوم اللي هنتنكر بيها وجبت كل حاجة. الله عليك يا دولة، قضية كبيرة. الله، أمال إيه يا ابني؟ قضية كبيرة ولازم أحلها يا ابني، لأن أنا بص يا رمزي هضطر آسفا إن أنا أستعين بيك معايا عشان نحل القضية دي.